حقوقي أن أدرس وأتعلم، أتعلم عشان لما أكبر يعني دكتورة أو أي شيء. أدرس أتعلم. أشتي أدرس أتعلم. أكل ولا أدرس ولا أي شيء. حكي أن يعني ألعب، أدرس، أعيش بسلام. أن يلعبوا، يدرسوا، يأكلوا، يشربوا، ولا يشتغلوا. حقوق الطفل، لأنه ضروري الطفل يكون له علم ونتعلم في أي مدرسة. حقوق الأطفال، التعليم، حق الأطفال اللعب، حقوق الأطفال، السعادة في حياتهم، الأمان. أحر نشغله في حال ما نستشعر، لأنه كنا افتقعنا ما يضربه. مخيف، وكل القهى اللي افتقعوا من هذا الموقف، بس الله بيكون معنا جميعا. ما تعجبنيش، ما عجبنيش أنا أموت ولا يموت أي واحد. مدرسة كبيرة يدخلوا فيها اللي يشتي، اللي يشتي يعني يدخل فيها بدون اي فلوس او اي. بطورها وبخليها بلد آمنة. هذا مكتبة اديهم اي شيء. اساعد الناس في منتحجاتهم. اساعد الناس وافتح لهم حديقة للالعاب. افتح مدارس، اكثر المدارس في الاماكن بالذات الريف اللي ما فيش بها مدارس. ولو قالوا لي لو تفعلوا حرب قلنا لا. ها اوظف الناس. اتمنى ان الحرب هذا تنتهي بشكل سريع ان شاء الله. توقف الحرب. اللي ما فيش ظلم للنساء، تفريق بين الرجال والنساء. نعيش بمكان يعني ما يكونش فيه حرب ولا شيء. شتي الحرب هذا تخلص ونعيش بأمن وأمان.